السلام عليكم ورحمة الله ازيكم يا شباب عاملين ايه يا رب بخير وبصحة وسلامة جالكم النهاردة فيديو جديد ومعايا النهاردة موقع جديد وفي موقع النهاردة تقدر تكسب من خلاله عملة البي ان بي مجانا ايوه مجانا بدون اي عملية ايداع طيب دلوقتي او انت لسه عملتش لايك للفيديو فياريت انك انت تعمل لايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك ويلا بينا نبدأ الفيديو طبعا لينك الموقع هتلاقيه في وصف الفيديو واول ما تخش على الموقع او اول ما تخش على الرابط هيدخلك على صفحة بالشكل دوت عليك انك انت تعمل ايه اول حاجه طبعا هتيجي عند حاجه هنا اسمها الايه الساين اب فبندوس عليها بالشكل دوت طبعا هنا بيبدا ان هو يجيب لك ايه كذا حاجه طالبها منك اول حاجه اليوزر نيم وده هيبقى اسمك بالانجليزي هتكتبه هنا تاني حاجه البيت الالكتروني او حساب الجوجل الخاص بيك وهتكتبه برده هنا تنزل تحت شويه وهنا في الباسورد تمام هتنشئ كلمه سر خاصه بيك وهتنزل تحت ونفس كلمه سر كتبتها هنا هتعيد كتابتها هنا هتلاقي هنا طبعا الريفرال ودوت طبعا كود الدعوه بتاعي تمام فما لكش دعوه بيه خالص هتيجي تدوس طبعا على كلمه انا لست واي برنامج روبوت بالشكل دوت وهتدوس عند كلمه ايه ساين اب فانا هسجل دخولي وهرجع لكم تاني وطبعا الموقع فتح معانا بالشكل دوت بصوا طبعا يا جماعه مبدئيا طبعا زي ما انت شايف كده انا مجمع العدد دوت من الساتوشي بتاع عمله البي ان بي طبعا زي ما انت شايف هنا طبعا قالك لك طالب منك عمليه تفعيل واول ما تعمل عمليه تفعيل بنجاح فهيديك 10 سبن 10 سبن هتبقى هنا كده فطبعا خلينا نعمل عمليه التفعيل طبعا هندوس عند كلمه فيريفاي هنا بالشكل دوت وزي ما انت شايف طبعا كده جاب لي الرساله بتاعت التفعيل اهي المفروض ان انا ادوس على الايه على اللينك دوت او الرابط ده وهيبدا معايا عمليه التفعيل بالشكل دوت زي ما انت شايف طبعا كده اهو الايميل بتاعي اتعمل له عمليه تفعيل فخلينا ندخل هنا فخلينا طبعا نرجع تاني للموقع دوت ونعمل عمليه ريفرش او تحديث للصفحه وزي ما انت شايف كده طبعا الايميل بتاعي او ال الحساب بتاعي تم تفعيله بنجاح واداني هنا كام اداني هنا 10 سبن خلينا ندخل عليها بالشكل دوت ونيجي هنا وندوس طبعا على اكس تو ريورد وننتظر شويه وزي ما انت شايف طبعا خدنا كام 150 ساتوشي من عمله البي ان بي خلينا طبعا ندوس تاني زي ما انت شايف برضو خدنا 150 تانية وندوس ثالث تمام ان نخلص طبعا السبنات اللي هتجيلنا ديت تمام احنا بنستفاد عليها عملات فوق زي ما انت شايف كده تمام وبشكل مجاني كل دوت نقدر كده خلاص خلصنا السبنات المتاحه لينا كلنا تمام واصبح اصبح ايه معانا دلوقتي 3679 ساتوشي طيب خلينا طبعا نشتغل على الطريقه الثانيه وهي الايه الهاور لي ودي طبعا كل ساعه تقدر انك انت تشتغل طبعا وتعمل عمليه فوسيت او صنبور جوه الموقع هنا وتكسب منه 75 ساتوشي من عمله البي ان بي زي ما انت شايف كده هتكسب 25 ساتوشي 75 ساتوشي فهتيجي هنا طبعا ندوس على انا لست روبوت بالشكل دوت وهتدوس طبعا على المكافاه ديت فطبعا ادانا هنا زي ما انت شايف هنا الضعف دلوقتي عشان خاطر احنا عملنا عمليه التفعيل فدي حاجه ممتازه وجميله جدا زي ما انت شايف كده في العدد هنا عمال يعد فكل ساعه تقدر انك انت تعمل العدد دوت او تقدر تعمل الطريقه دي عشان تقدر تكسب ساتوشي حلو طبعا هندوس طبعا على الثلاث صور ديت وبعد كده هيبان معانا كذا طريقه في اول حاجه هنا الديبوزيت وهي العمليات الايداع فانت مالكش دعوه بيها خالص طيب في هنا برضو ويزدرول وهي عملية السحب ودي هنشرحها كمان شويه في هنا حاجه اسمها الافليت وده برنامج الاحاله وزي ما انت شايف طبعا في برنامج الحالة هنا قال لك ايه الناس اللي هتعمل لهم دعوة ولو اشتغلوا على الفوسيت فانت هتاخد خمسين في المية ربح لو اشتغلوا على الألعاب هتاخد ايه أربعة إيه إيه من عشرة في المية ربح ولو اشتغلوا على طبعا استطلاعات الرأي فتمام فكل استطلاع رأي هيتعمل صحيح فانت هتاخد ايه خمسة في المية ربح فدي حاجة ممتازة طبعا هنا بيبن معاك هنا طبعا طبعا هنا بيبان معاك طبعا انت عدد الاحالات اللي انت عملتها كام وانت كسبت منهم كام والكلام دوت ننزل تحت شويه كمان هنا هيكون رابط الدعوه بتاعك او كود الدعوه بتاعك فبتحدد عليه بالشكل ده كده وبتدوس طبعا على كلمه نسخ هنا بالشكل دوت وبيبان معاك طبعا هنا اللي الاسماء بتاع الناس اللي انت عملت لهم دعوات حلو قوي خلينا ندوس طبعا على الثلاث شوط لايدك اليمين شايف طبعا احنا دخلنا هنا عند خانه اسمها سيتنجز والسيتنجز دي وهي الاعدادات ولما بننزل تحت شويه زي ما انت شايف كده بيبدا هنا يبان معانا مثلا معلومات الاكونت بتاعنا لو انت عايز تغير الباسورد وكده او لو انت عايز تعمل له ربط ثنائي برده بتعمله له من هنا زي ما انت شايف او هنا في البرايفسي وهي الخصوصيه والكلام ده كله تمام ماشي ما دعوه بالكلام ده خلينا ندوس طبعا على الثلاث شرط هنلاقي هنا طبعا حاجه هنا اسمها السيرفيس والسيرفيس دي طبعا وهي استطلاعات الراي وزي ما انت شايف طبعا مفيش اي استطلاعات راي لحد دلوقتي ظاهره فبندوس طبعا على الثلاث شرط دول وفي هنا طبعا حاجه اسمها الكونتاكت ودي لو انت عايز تتواصل مع الدعم في هنا بقى هنا حاجه تانية اسمها الويزرول والويزرول دي طبعا لما انت يكون معاك رصيد وعايز انت تعمل له عمليه سحب وطبعا زي ما انت شايف المينيمم ويزرول اللي هو ايه اقل حد للسحب بيبقى العدد دوت اللي هو كام اللي هو الزيرو آه علامه او 0.0002 زيرو 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 من البي ان بي طبعا انا لسه ما جمعتش العدد دوت من الساتوشي فطبعا انت هتشتغل على الموقع تمام وتبدا انك انت تجمع العدد دوت فبعد ما انت تجمعه طبعا بتيجي هنا وبتحط رابط او اللينك بتاع محفظه البي ان بي الخاصه بيك هنا وهنا بتحط طبعا العدد اللي انت جمعته فوق تمام وهنا طبعا بياخد منك طبعا رسوم تحويل كام 10000 ساتوشي وبعد ما تخلص الكلام ده بتدوس طبعا على انالست البرنامج روبوت بي بالشكل دوت وبعد كده بتدوس طبعا عند كلمه ايه ويزدرول طبعا فده كان كل حاجه طبعا بالنسبه للموقع متنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس تكتب تعليق حلو من عندك واستنى في فيديو جديد ولو جه حد سالني يقول لي انت اشتغلت على الموقع دوت طب تعرف منين الموقع ده صادق او مش صادق سبق وقلتها لك كتير وهقولها لكم تاني وقلتها في فيديوهات قبل كده كتير وهي ان طالما الموضوع ده بشكل مجاني او مجانا ومش هتعمل فيه اي عمليه ايداع ولا هتحط فيه فلوس خالص فادخل اشتغل انت مش خسران حاجه يعني انت دلوقتي انت مش خسران حاجه انت دلوقتي معاك من الاثنين يا يعني اما تكسب تمام يا اما ما تكسبش وسواء كسبت فانت كسبان ما كسبتش فانت مش خسران اي حاجه واضح الكلام بتاعي واضح الكلام بتاعي فادخل جرب تمام ويا رب ان شاء الله يكون الموقع دوت بيكسب وكده تمام وتقدر انك انت تسحب الدخل اللي هتجمعه جوه فده كان كل حاجه بالنسبه الفيديو استنوني في فيديو جديد وسلام